بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك حبيبي يا رسول الله، صلاة تكون سببا في الرضا عنا من الله رب العالمين. ثم أما بعد، فهذه دقائق معدودات نخطفها من هذه الحياة المتلاطمة الأمواج الكثيرة العناء، نخطفها لنجلس في بيت الله سبحانه وتعالى عقب أدائنا لصلاة المكتوبة، سائلين المولى عز وجل أن يجعل هذه الدقائق في موازين الحسنات، وأن يجعلها سبباً لمغفرة الذنوب وستر العيوب. فاللهم اكتبنا في هذه الدقائق عندك من المقبولين، واكتبنا من المخلصين، وتقبل منا كل عمل صالح يا رب العالمين، ووفقنا إلى كل عمل يرضيك، وأنت أرحم الراحمين. أيها الأحبة الأكارم، في هذه اللحظات نتحلق في بيت الله سبحانه وتعالى حول سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأجمل ما في هذه المجالس وفي هذه الحلقات أن نقرأ كتاباً يعد كتاب الأمة، إنه كتاب صحيح أبي عبد الله البخاري، كتاب البخاري، صحيح البخاري. وما زلنا في صحيح البخاري حتى افتتحنا سوياً في المجالس الماضية كتاب الوضوء، وقد وصلت كتب صحيح البخاري إلى 90 كتاباً، وقد قرأنا كتاب بدء الوحي وكتاب الإيمان وكتاب العلم، ثم بدأنا في كتاب الوضوء. وأجمل ما في هذه الرحلة الماتعة أيها الأحبة الأكارم أن البخاري ينتقل بنا من صغار العلم إلى كباره، خاصة في باب الوضوء. هذا يبدأ بالأمور البسيطة اليسيرة جدا اللي ما ينفعش المسلم يغفل عنها، حتى رأيناه يتكلم في الدروس الماضية عن استقبال القبلة أو عدم استقبالها عند التبول والتبرز. وهذه قضية وإن بدت في ظاهرها قضية تافهة بسيطة، إلا أنها من صغار العلم الذي يربي المسلم على احترام وهيبة اتجاه الكعبة واتجاه القبلة. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كل شيء، كل شيء، لم يترك شاردة ولا واردة إلا علمها الناس عليه الصلاة والسلام. أيها الأحباب، كنا في الدرس الماضي مباشرة مع الحديث أو مع الباب الذي قال البخاري فيه باب التبرز في البيوت، وأشار بهذا إلى صناعة الكنف والحمامات الصغيرة التي وجدت في بيوت المسلمين ومن يومها إلى يوم الناس هذا. هذا الباب وهذا الحديث في هذه الليلة، في هذا المجلس، في هذه الحلقة، إنما ينتقل بنا إلى باب جديد، والحديث رقم 150. نحن يا سادة مع الحديث رقم 150 من أحاديث صحيح البخاري. يعني إحنا في المجالس اللي فاتت من أول ما بدأنا قراءة صحيح البخاري أرينا 149 حديث، كلها نطق بها رسول الله، وكلها صحيحة الإسناد إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو خلقية عن الحبيب الأعظم صلوات ربي وتسليماته عليه. هذا الباب أيها الأحبة الأكارم الذي تحلقنا حوله في هذا الدرس وفي هذه الليلة عجيبة من العجب، وأريدكم أن تنتبهوا له جدا، فإن فيه فائدة من الفوائد الهامة التي تعد يعني من الفوائد التي تبني شخصية المسلم في عبادته وطاعته وطهارته بين يدي ربه سبحانه وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء بالماء. الله، هو الاستنجاء بيكون بحاجة تانية غير الماء؟ ولماذا أورد الإمام البخاري الاستنجاء بالماء عقب الباب الذي ذكر فيه البرازة في البيوت؟ أيها الأحباب انتبهوا، فإني متناول الحديث رقم 150 من ثلاثة زوايا جيدة، جيدة جدا، توضح الفكرة. ولأن البخاري سيكرر هذا الحديث مرة أخرى في الباب اللي جاي على طول، لذلك أنا لن أتناول كل الأمور العلمية الموجودة في هذا الحديث، وإنما سننظر إليه من منظور جديد لما يرده البخاري في الباب الذي بعد هذا. الآن نحن سنتناول حديث رقم 150 من كم زاوية؟ من ثلاثة زوايا. أنا عايز بس تسمعوني الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأنا أحب المجلس أن يزدان بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقولوا جميعا آمين. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم علمنا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا يا رب العالمين.
هذا هو الفقه يا سادة، هذا الذي نتكلم فيه هو الايه؟ هو الفقه الذي يبني شخصية العابد بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وهكذا نتدرج كما اتفقنا وكما نحن يعني سائرون بعون الله وفضل. أيها الأحباب، ثلاثة زوايا هي اللي هنبص من خلالها للحديث رقم كام؟ 150. الزاوية الأولى المناسبة، الباء البراز في البيوت، ثم قال الاستنجاء بالإيه؟ بالماء. فما علاقة البراز في البيوت بالاستنجاء بالماء؟ هذا سيتضح جدا الآن بعون الله تعالى. أما الزاوية الثانية فسر الرواية، هكذا أنا أسميت هذه الزاوية، سر الرواية الاستنجاء بالماء. يعني عجيبة جدا صحيح، لماذا يريد البخاري رضي الله عنه هذا الحديث تحت هذا الباب؟ الاستنجاء بالإيه؟ بالماء. أما الزاوية الثانية فسر الإيه؟ سر الرواية. أما الزاوية الثالثة فبعد ما تصلوا على النبي، شوف أنت صليت على سيدنا النبي كم مرة كده، ألم أقل إنها لحظات نسرقها من الزمن، نسرقها من الحياة المادية، نصلي فيها على حضرة النبي ونتعلم الفقه، نتعلم عبادة يرضى بها ربي سبحانه وتعالى. أما الزاوية الثالثة فصليت على النبي ولا لسه؟ الزاوية الثالثة مهمة جدا، وهي أخطر هذه الزوايا الثلاث، خمس حقائق بس. عن إيه الخمس حقائق دول؟ أول ما نوصل عند الزاوية رقم ثلاثة هفصل لحضرتك كم حقيقة؟ خمس حقائق. جهز دفترك، جهز رأسك، جهز كيسك، لا تذهب من المجلس اليوم إلا ومعك هذه الحقائق الإيه؟ الخمسة. وإنها والله لعجيبة من عجائب صنع الله في خلقه، عجيبة من عجائب صنع الله تعالى في خلقه. وعلى المسلم أن ينتبه لكل هذه الأمور ليصحح عبادته وأن يضبط قلبه مع ربه سبحانه وتعالى. إذن الآن أيها السادة، الباب الذي مضى كان تحت عنوان البراز في الإيه؟ في البيوت، أو أورده الإمام البخاري بعد أن ذكر لنا أن نساء المؤمنين وأمهات المؤمنين كن يخرجن إلى الصحراء لقضاء حاجتهن، فاكرين ولا لا؟ فكنا يخرجن عند منطقة بالقرب من البقيع، ولا تخرج المرأة إلا بعد صلاة عشاء كل يوم، يعني طول النهار مش مسموح أنها تخرج، فلا تخرج لقضاء الحاجة إلا بعد الإيه؟ بعد العشاء. أم البخاري جاب لنا الباب اللي بعده على طول، البراز في البيوت، فقال أيوة الحياة الصعبة ديت بقت إيه؟ الحمد لله ما استمرتش كتير، فصنعوا في البيوت إيه؟ مراحيض وكنف. فرأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رسول الله فوق سطح البيت على لبنتين، فاكرين ايه لبنتين دول؟ يعني قلبين طوب، الله يكرمك، ايوه قلبين طوب، بس مش الطوب الاحمر اللي دخل الفرن، لا مش ده، انما طوب ايه؟ لبن، ايوه الطوب اللين ده اللي هو مبني به بعض البيوت في القرى والصعيد عندنا حتى الان، اسمه الطوب الايه؟ اللبن. رآه عبد الله بن عمر على لبنتين مستقبلا الايه؟ الشام، مستدبرا الكعبة يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم، مستقبلا مين؟ الشام. الله ده استدبر الكعبة اهو، ما الله ما كان في حديث قبل كده لا تستقبلوا الكعبة ولا تستدبروها؟ قال لك ده الكلام ده في الخلاء مش في الايه؟ مش في الحمامات والكنف الصغيرة. اذا استقبل مين يا اخوانا؟ الشام. وقلنا كلام شوية دقيق ومهم حول الايه؟ حول الشام. قلنا الشام دي يسمونها الشام، ويسمونها ارض ارام، ويسمونها بلاد كنعان، وحكينا سر كنعان هذا في الدرس الماضي، اللي ما كانش موجود راح عليه خلاص نعمل انا ايه يعني. انما كنعان هذا، وسر كنعان ذكر في السفر التاسع بل الاصحاح التاسع من سفر التكوين. التوراه دي متكونه من اسفار، اللي يدعون انها نزلت على سيدنا موسى عليه السلام مكونه من اسفار، والقران متكون من ايه؟ من اجزاء او صور. هم مكونين التوراه من ايه؟ من أصفر. يقول لك سفر التكوين، سفر التثنية، سفر الخروج، سفر أشعياء، مش عارف إيه حكاية كده، وكله من تأليفهم يعني. وحكينا عن الشام هذه القصة التي لا أحتاج أن أكررها اليوم، ولا محتاج نكررها؟ لا، كل سنة وانت طيب. طيب إذن اتخذ المسلمون في بيوتهم مكانا لقضاء الحاجة، صح كده؟ طيب الآن إحنا مشينا هو لغاية لما اتخذوا مكانا في بيوتهم لقضاء الحاجة. أم البخاري يقول لك إياك أن تتخيل إن هم كانوا بيأتوا بالصخرة ولا بالحجرة ولا ييجوا بالجمرات من الصخرة من الصحراء ويجيبوها يحطوها في الحمامات الصغيرة اللي في البيت عشان يستبرئ الإنسان بها. لا ما تتخيلش كده، أوعى تفهم كده، لأن هم كانوا إذا خرجوا للصحراء الواحد فيهم يستبرئ بإيه؟ بالصخرة كده، بحجرة صغيرة ولا طوبة صغيرة ولا حاجة. إنما لما اتخذت في البيوت كان الاستنجاء
بالماء. الله، إذا جاء بالاستنجاء بالماء عقب اتخاذ الكنف في البيوت مناسب جدا ولا غير مناسب؟ يبقى لما اتخذوا هذه الكنف استنجوا بالإيه؟ بالماء. خلينا بس نقول كلمتين الأول قبل ما نروح للنقطة الثانية والثالثة بعد ما تصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الاستنجاء ما معناه؟ ها؟ النظافة، ومعناه تطهير المكان بعد خروج الغائط أو الماء، صحيح؟ أو البول، صحيح؟ لكن هذا معناه الفقهي. أنا عايزك تنتبه لمعنى دقيق آخر، آخر جدا، دقيق جدا جدا. العلماء يقولوا إيه يا أخوانا؟ إنما عبر عن هذا الأمر بالاستنجاء ولم يعبر عنه بنظافة المحل. ليه؟ قالوا لأن من نظف هذا المكان بعد قضاء حاجته بولا أو غائط إنما يطلب النجاة. استنجاء الألف والسين للطلب، طلب الإيه؟ النجاة. النجاة من إيه؟ النجاة من النجاسة، والنجاة من عذاب الله يوم القيامة. حديث سيأتي في صحيح البخاري قدام شوية إن حضرة النبي لما مر على المقابر ماذا قال؟ هنا اثنان يعذبان. الله، هنا اثنان يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. كان إيه؟ أيوة، إذن الذي ينظف هذا المكان تنظيفا جيدا إنما يطلب بذلك ماذا؟ النجاة. لذلك هم عبروا بكلمة إيه؟ استنجاء. إنما يفعل ذلك طلبا للإيه؟ للنجاة. النجاة من القذر، النجاة من فساد الصلاة وفساد الوضوء، لأن هذا الموضع إن لم يطهر تطهيرا جيدا فإن الوضوء يكون صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. الصلاة تكون صحيحة ولا غير صحيحة؟ إذن استنجاء، وكانت لفظة مناسبة جدا أن سموه ماذا يا أخوانا؟ الاستنجاء. الاستنجاء يعني طلب الإيه؟ طلب النجاة. ما سر هذه الرواية؟ هذه النقطة رقم اثنين. هذه المناسبة واضحة، لما اتخذت الحمامات في البيوت كانوا يستنجون بالإيه؟ بالماء. كده كويس؟ طيب إيه سر الرواية ديت؟ عايزك تصلي على المصطفى كمان مرة. الإمام البخاري ليس محدثا ينقل الحديث فقط، لا، بل البخاري كمان يا أستاذ إمام فقيه له مذهب في الفقه يجب أن ينتبه له. فقالوا فقه الإمام البخاري في تراجم الأبواب، يعني أنت لو قريت عناوين الأبواب كده تعرف أن البخاري ده ما كانش بيجمع أحاديث وخلاص، أمال ده كان بيعمل إيه؟ ده كان بيديلك مذهب فقهي. قال ابن حجر العسقلاني لما جاء يشرح هذا الباب، مين ابن حجر ده كمان؟ ابن حجر شارح صحيح الايه؟ البخاري. كتابه اسمه ايه؟ فتح الباري. الكتاب اللي انا بقرا منه ده اسمه يا اخوانا فتح الباري بشرح صحيح الايه؟ البخاري. ابن حجر لما جاء يشرح هذا الباب قال انتوا عارفين الامام البخاري جاب الحديث ده هنا ليه؟ ايوه ليه يا سيدنا ابن حجر؟ قال ليرد على فقهاء يزعمون أن الاستنجاء بالماء مكروه، تخيل، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، إنما جاء بالرواية الصحيحة بالسند الصحيح ليقول لا 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 لا، إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالرواية اللي احنا نقراها دلوقتي، بالرواية التي سنقرأها الآن. وأورد الإمام ابن حجر أربعة من الأكابر يقولون إن الاستنجاء بالماء ممنوع، حتى كرهه الإمام مالك، هكذا يقول. كره إيه الإمام مالك؟ كره الاستنجاء بالماء، تخيل. وقال ابن حبيب من المالكية إنما كره الإمام مالك الاستنجاء بالماء لأن الماء مطعوم. الماء إيه؟ مطعوم. مطعوم يعني إيه؟ يعني بنستعمله ونشربه، صح ولا لا؟ ونطبخ به طعامنا، فكيف نطبخ به طعامنا ونشربه نرتوي ثم نغسل به القاذورات؟ فكرهه المالكي، قال لك لا، إنما نبقى على فعل الأقدمين من الاستبراء بالجمرات. إيه الجمرات دي يا مولانا؟ أيوة، اوعى حد يفكر الجمرات اللي هي يعني جمرة النار دي اللي هي البتاعة بعد الحريق، وروح يقول لك استنى هستنزل بالجمرة يبقى كده هيخرب بيت عيلة كاملة، انت واخد بالك؟ لا، الموضوع مش كده. قال الامام مالك او قال المالكيه ومنهم ابن حبيب ان الماء ايه يا اخوانا؟ الماء
مطعوم، إذن كيف يستبرأ به؟ وقيل لحذيفة بن اليمان، مين حذيفة بن اليمان ده تعرفه؟ مين بقى حذيفة بن اليمان؟ ها؟ صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من كبار الصحابة. لما سئل عن الاستنجاء بالماء قال إذن يظل في يدي القزر والنتن، يعني أنا ما بعملش كده، لأن أنا إذا باشرت الموضع بيدي بالماء فإن القزر سيمس الإيه؟ اليد، وسيظل في اليد الإيه؟ النتن. إذن أنا ما بعملش كده، أمال بتعمل إيه؟ قال إنما أستبرئ بماذا؟ بالجمرات، مش بالمية خالص. وكان عبد الله بن الزبير يقول لا نفعل هذا. وروي عن نافع عن ابن عمر أنه ما كان يستنجي بالماء. أم البخاري قال لك انسى الرواية دي كلها، الكلام ده كله ما ينفعش. ليه مولانا البخاري؟ قال لك لأن قدوتنا وأستاذنا في هذا الميدان مين؟ حضرة النبي. وحضرة النبي استنجى بالماء ولا لا؟ استنجى بالماء. جبتها فين؟ قال لي اسمع الرواية اهي وقراها للناس في نور الإسلام سنة 2023 قبل 24 ما تيجي بثلاث أربع ساعات. اللهم أحينا وأحيكم على الطاعة يا رب، اللهم أحينا وأحيكم على الطاعة يا رب، اللهم أمين، اللهم أمين. اقرأ يا مولانا عشان تعرف إنه لا كلام عبد الله بن عمر يمشي في النقطة ديت، ولا كلام ابن حبيب من المالكية، ولا كلام عبد الله بن الزبير، ولا كلام أي حد، إنما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالإيه؟ بالماء. وانتوا هتشوفوا الرواية لما هقراها لحضراتكم دلوقتي أن فيها علما كثيرا، ولكن أنا سأقف على هذه الزوايا فقط لأنها سترد مرة أخرى. وده برضو من فقه البخاري أنه يجيب الحديث في أكتر من مكان، وكل مرة يجيب لك الحديث يطلع منه علم جديد، سبحان الله. اسمع كده الرواية، قال باب الاستنجاء بالإيه؟ بالماء. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك. مين أنس بن مالك يا رجال الله؟ خادم رسول الله. وأنا ليه بقول خادم رسول الله مع أن كلنا حافظين الكلمة ديت؟ لأن خدمته للنبي ستظهر في هذه الرواية كما تظهر في رواية أخرى، بس دلوقتي خدمة أنس لسيدنا النبي ستظهر جدا. أنتوا معايا ولا تعبتوا؟ سمع أنس بيعمل إيه؟ عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته، يعني إذا دخل الإيه؟ الكنف هذه، دخل قال إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام. مين أنا وغلام؟ مين أنا؟ أنس. ومعاه إيه؟ مين بقى الغلام ده؟ في الدرس اللي جاي أو في الرواية لما تيجي مرة تانية، مين الغلام ده؟ وفي روايات غلام من الأنصار، أصل أنس ده من إيه؟ من الأنصار، يعني ما كانش بيعمل الحكاية دي لوحده، كان بيعملها معاه واحد إيه؟ واحد صاحبه. حلوة، تمشي واحد صاحبه، ها، يتعاونون على خدمة الأكابر. وكنت أود أن أتكلم عن خدمة الأكابر، فأنس وغلام صديقه يخدمون من؟ رسول الله. ولكن سيأتي إن شاء الله كلام عن هذا فيما يستقبل من الأيام إن كنا من الأحياء. قال أجيء أنا وغلام، ها، معنا إداوة من ماء. إداوة من إيه؟ يعني إيه إداوة من ماء؟ يعني أيوة، طبق بتاع كده، علبة بتاع مش عارف إيه، إزازة، قارورة، ومعنا إداوة من ماء. قال أنس يعني يستنجي به. مين اللي بيستنجي به؟ حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هل في هذا رد على من منع الاستنجاء بالماء ولا لا؟ نعم، استنجى النبي صلى الله عليه وسلم بالماء، بل وأجمع الفقهاء أن الاستنجاء بالماء أنقى وأطيب وأطهر من الاستبراء بالجمر، صح ولا لا؟ طيب، إذن هذه هي سر الرواية. ما سر الرواية؟ أن البخاري يقول لا يا جماعة، خلي بالكم، ما يفعله المسلمون الآن وما يجب أن يفعلونه طوال العمر أن يطلب الإنسان النجاة من القزر باستعمال ماذا؟ باستعمال الماء. عشان كده اسمه الاستنجاء. اسمه إيه؟ الاستنجاء. خلينا أسألكم بقى سؤال عشان أنا طولت على حضراتكم جدا، بس وحيد الله الأول، ولا أنت نايم ولا إيه النهاردة؟ مالك ما تفوق كده ومالك إيه؟ الحكومة غضبان عليك ولا إيه؟ رضيها وأنت مروح، خد معاك كيس شوكولاتة ولا حاجة، لازم ترضي الحكومة، ما ينفعش تمشي وأنت الحكومة مش راضية عنك. أما الإيه بقى؟ أيوة، لا نعم، ووردت بنا هذه الرواية. بس أنا عايز أقول لك على حضرتك على حاجة. واحد صاحبنا، اسمع يا أستاذ، مرض، الله يشفيه يا رب، وبعدين سافر
سافر يتعالج بره، حكي ما احنا عندنا عقدة الايه؟ الله ينور عليكم. فسافر يتعالج بره، كويس كده يا سيدي. وبعدين هم متجوز يعني، وبعدين كل شويه يبعت على الواتس اب يقول لمراته ابعتي لي صورتك، ابعتي لي صورتك، ابعتي لي صورتك. فالبنت مراته ايه ده، هو يعني انا وحشه قوي للدرجه دي ابعتي لي صورتك، ابعتي لي صورتك؟ كل يوم ابعت له صورته، تبعت له كل يوم. فراحت قالت لحماتها، حماتها دي اللي هي ام مين؟ ام الاخ الايه اللي بيتعالج بره. فقالت لها ده ابنك، انت معايا يا عم مجدي؟ ده ابنك كل يوم يقول ابعتي لي صورتك، ابعتي لي صورتك. هو ايه الحكايه؟ هو ما فيش هناك ستات اجمل مني؟ اكيد هناك في اجمل مني كتير. فقالت امه، قالت لها ايه؟ لا يا بنتي، ما يمكن عايز يقول للدكاتره ايه سبب مرضه. مش كده؟ بص جت معاه الوجع، بيقول السر هو، ايوه هو ده السر. فانت خلي بالك عشان ما تنامش في الدرس تاني، لازم ترضي الايه؟ ترضي الحكومه بس، وحيد الله يا اخوانا. الان السؤال، بماذا كان يستنجي رسول الله؟ ها؟ بايه؟ بالماء. الحقائق الخمس حول الماء. يا سلام، حوالين ايه يا اخوانا؟ الميه. شوفوا يا سيادنا يا كرام، أغلى ما خلق الرحمن هو الماء. أغلى، الله، أغلى ما خلق الرحمن هو الإيه؟ هو الماء. في يوم من الأيام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم قدام البيت يغتسل فيه خمس مرات كل يوم، خمس مرات كل يوم، أفيبقى على جسده درن؟ قالوا لا يا رسول الله، أصل المية هتعمل إيه؟ هتطهره. سبحان الله، أغلى شيء. ولقد رأيت جماعة من أهل العلم المحققين يقولون إن أغلى ما خلق الله على الإطلاق هو الماء، مش الهواء، المية. تخيل الهواء اللي ما بتقدرش تستغنى عنه، لكن المية أغلى من الهواء. ممكن يتعمل لك تنفس صناعي، لكن ممكن يتعمل لك مية صناعي؟ يعني مسألة صعبة جدا. فدي أول حقيقة يا سادة، إذا فتحت الحنفية في البيت كده بص فيها وقول يا أغلى ما خلق الله، والله أنت أغلى حاجة ربنا خلقها. وسبحان الله، ولذلك قال وجعلنا من الماء إيه؟ يا جماعة تخيلوا، أغلى ما خلق الله هو الإيه؟ أو من أغلى ما خلق الله الإيه؟ المية. أدي أول حقيقة يجب أن تكون ثابتة في الأذهان. طب بالله عليكم، حاجة غالية قوي بالطريقة ديت، ينفع الإنسان يسرف فيها ولا يزهد فيها ولا يفتح الحنفية قد كده علشان يتوضى ولا يغتسل بتاع قد كده؟ يا أخي الكريم، أنت تهمل في شيء من أغلى ما خلق مين؟ نعمة يا جماعة، الماء يا أخوانا نعمة عظيمة. أدي الحقيقة رقم واحد. اسمع الحقيقة الثانية، هي مش أغلى خلق؟ كثير من أهل العلم يقولون إن الماء ليس أغلى خلق فقط، لا، بل هو أول خلق أيضا. يا راجل، أه والله، إزاي يا عم الشيخ؟ قال تعالى اقرأ معايا القرآن، اقرأ معايا القرآن: هو الذي خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء. كان يعني لما خلق السماوات والأرض، مين اللي كان مخلوق قبلهم؟ لا، العرش، صح؟ طيب مين اللي كان مخلوق قبل العرش؟ لأنه قال وكان عرشه على الإيه؟ يا نهار أبيض، ده وقت بالك. حتى سئل سعيد بن المسيب، لا بل سأل سعيد بن المسيب عبد الله بن عباس، قال له يا ابن عباس، القرآن يقول وكان عرشه على الماء، وقبلها يقول خلق السماوات والأرض. إذن خلق السماوات والأرض جاء بعد خلق الإيه؟ العرش، والعرش جاء بعد خلق الإيه؟ المية. طيب إزاي السماوات والأرض ما كانتش لسه مخلوقة والعرش على الماء؟ فأين كان الماء؟ سؤال طبيعي، صح ولا لا؟ أمال المية كانت على إيه ما دام العرش على الماء والسماء والأرض ما كانوش اتخلقوا بعد؟ طب أين كان الماء؟ فلما سأل ابن جبير عبد الله بن عباس هذا السؤال، أم سيدنا عبد الله بن عباس قال له يا ابن جبير، كان الماء على متن الهواء. هذا كلام ابن عباس. قالوا فأول مخلوقات الله
الهواء والماء والعرش، لا كان في كرة أرضية ولا جنوب شمالي ولا الجنوب الشرقي ولا الشام ولا إسرائيل، وإسرائيل دي بتاعت أول امبارح، ولا ليها 30 لازم. واسألوا الله أن يخسف بهم الأرض، قولوا أمين. يعني أول حقيقة يا أخواننا أن المية من أغلى ما خلق الله. طب الحقيقة رقم اثنين ها؟ أنها من لا أقول أول إطلاقا، مع أن كثير من أهل العلم قالوا هي أول حاجة ربنا خلقها بإطلاق، أنا أقول من أول، مع أن كثير من أهل العلم قالوا إيه؟ هي أول ما خلق الله. خذ الحقيقة رقم ثلاثة، الله سبحانه وتعالى يقول الله خلق كل دابة من ماء. يا ربي، أم الرازي في مفاتيح الغيب والمفسرين يقولوا إيه؟ الماء في هذه الآية يقصد بها النطفة، فكل دابة، وكل دابة، الدابة هي كل ما تدب على الإيه؟ على الأرض، إنما جاءت من النطفة، بل قال هكذا الرازي وقال غيره من المفسرين، ولكن جماهير المفسرين على أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء من ماء، اللي هي المية اللي بنتوضى بها مش من النطفة. المية اللي بنتوضى بها دي مصدر خليقة الله جميعا. شوف انت تبص لها النهاردة بعد الدرس ده وتقول لها يا سلام ايه ده يا أغلى ما خلق الله، وبعدين كده تقول يا سلام ايه ده يا أول ما خلق الله، بعد حبة تقول لها ايه ده يا مصدر ما خلق الله. شوف شوف الحقائق عجيبة، ودي المية اللي احنا مش اخدين بالنا منها، معجزات بين ايدينا بس احنا ايه مش منتبهين لها خالص، انت واخد بالك؟ فده اخوانا الله خلق كل شيء، كل دابة من ايه؟ من ماء. بس اسمع الرواية دي اللي اوردها الامام احمد، بس صلوا على حضرة النبي الاول. سيدنا الامام احمد اورد في المسند من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، قال ابو هريرة يا رسول الله، بيكلم مين؟ حضرة النبي، بيقول له يا أخوانا يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي، هكذا يقول إني إذا رأيتك، يعني إيه طابت نفسي؟ يعني حاجة حضرة النبي، يعني حاجة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إني إذا رأيتك طابت نفسي. فكأن سيدنا النبي قال له أيوة، يعني عايز إيه؟ أنت مالك عايز إيه؟ قال له يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي، فأخبرني عن كل شيء، أنا مش سايبك إلا ما تقول لي على إيه؟ على كل حاجة، فأخبرني عن كل شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء خلق من ماء. اللهم صل على النبي. ويمكن حضراتكم عارفين القصة المشهورة جدا في غزوة في الهجرة، في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما التقى به الكفار، هو سيدنا أبو بكر، لما سأل أظنها في غزوة بدر، ليست في الهجرة، سأل النبي والصديق رجلا عن عدد الكافرين اللي هم جيش مين؟ جيش قريش. هما إن أخبرتماني من أنتما ومن أين، أخبرتكم بعدد الجيش. فسيدنا النبي قال له إن أخبرتنا أخبرناك، إن أخبرتنا أخبرنا. يعني سيدنا النبي كده ماشي، وسيدنا أبو بكر بيسأله إيه عن عدد الجيش بتوع الكفار اللي احنا هنقابلهم في غزوة إيه؟ غزوة بدر. فالكافر قال لهم مين أنتوا؟ أنا ما أعرفكمش، وده من أهل البوادي، من أهل الصحراء. قال لهم قولوا لي مين أنتم وأنا أقول لكم عدد جيش الكفار كام، المشركين كام، أهل قريش كام. فسيدنا النبي قال له إن أخبرتنا أخبرناك، إن أخبرتنا بإيه؟ بإيه؟ بعدد الجيش. أخبرناك بإيه؟ من نحن؟ أحسن، من نحن؟ فقال الكافر نعم، عدد الجيش من 900 إلى 1000. فسيدنا النبي تبسم عليه الصلاة والسلام، فقال الكافر أو هذا الأعرابي فمن أنتم؟ أنا أخبرته، أنا عملت الإيه؟ عملت اللي علي، يلا بقى قولوا لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. ثم انطلق أبو بكر وسيدنا النبي. قال أبو بكر فظل الرجل يقول من ماء؟ ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟ أصل في بلد في العراق اسمها ماء. قعد يقلبها في دماغه، كان سيدنا النبي عمل إيه؟ خلاص بقى، صدق الرسول ولا لم يصدق؟ من ماء ولا مش ماء؟ الله سبحانه وتعالى خلق كل دابة من إيه؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. العلماء قالوا إذا استنجى الإنسان بالماء فإن هذا الموضع الذي يخرج منه القذر بولاً أو غائط فإنه لا يحيا حياة سليمة من المرض والألم إلا إن طهر بالماء. شوف الحلاوة،
إذ لم يطهر بالماء يحصل له يحصل له إيه؟ تنمو البكتيريا وتنمو البلاوي الزرقاء وتركب المواصلات تشم ريحتهم. أصلا ما بيستعملوش المية، إنما المسلم بيعمل إيه؟ بيستعمل المية. أهو وجعلنا من الماء كل شيء. إيه؟ ممكن أقول حاجة ولا تعبتوا؟ هقول بس لقطة كده سريع. أقول ولا إيه؟ يا أخوانا، يخطر في بال أحدنا إذا سمع قول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، يخطر في عقله الحياة الحسية. الحياة الإيه؟ يعني إنسان يتنفس أو الدابة تتنفس أو الدودة أو النملة والحياة، صح؟ ولكن أهل العلم يقولون لا، الآية لا تختص بالحياة الحسية. وجعلنا من الماء كل شيء حي يتعدى إلى الحياة المعنوية. يعني لو عايز مودك يتظبط قوم خد دش ميه، فايه اللي يحيا في قلبك؟ الحياه المعنويه. تخيل يا رجل، ايوه وجعلنا من الماء كل شيء حي. ايوه لو انت متضايق ولا مودك كده متنرفز ولا الحكومه مش عايزه ترضى ولا الحكايه مش مظبوطه، خد بس انت دش ميه بس وشوف الدنيا تحصل فيها ايه. حتى كان النبي يقرا الفاتحه على الماء فيتبرك الانسان بالماء فيحيا بعد مرض. ايه الكلام العجيب ده؟ ايوه وجعلنا من الماء ايه كل شيء حي. كم حقيقة يا مشايخ حتى الآن؟ ثلاثة. واحد، أغلى ما خلق الله. اثنين، من أوائل ما خلق الله. ثلاثة، مصدر خلق الله. أربعة، رتب الشرع عليها أحكاما. رتب الشرع عليها إيه؟ أحكاما. فما قال لك الشرع في حاجة اسمها الماء الطهور وفي حاجة اسمها الماء الطاهر. إيه الطهور وإيه الطاهر؟ قال لك الطهور ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، تمام. لكن الماء الطاهر طاهر في نفسه بس ما ينفعش يطهر غيره. ازاي يا عم الشيخ؟ افتح الحنفيه، المايه اللي بتنزل من الحنفيه دي ماء ايه؟ طهور ولا طاهر؟ طهور، مش طاهر. انما ايه؟ طهور. يعني ايه مش طاهر؟ حد ما حدش يفهم غلط. طهور يعني ابلغ، يعني هو طاهر في نفسه مطهر ايه لغايه. طيب كوبايه الشاي طاهر ولا طهور؟ ها؟ طاهر ولا طهور؟ الشاي، الشاي انا بقول لك انا مش متاكد، يعني الشاي طاهر ان شاء الله. لكن ما ينفعش اتوضى بيه. ميه البطيخ اللي المصريين كلهم نايمين فيها طاهر ولا طهور؟ طاهر ولا طهور؟ طاهر، انما ليس طهورا. الله كمان، الله ده الشرع رتب احكاما شرعيه على ايه يا اخوانا؟ على الميه. لذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبول الرجل في الماء الراكد. قال لك ما ينفعش، هذا حرام، ما يصحش ابدا. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الإسراف في الماء، وقال لا يترك الإنسان الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية إلا إن عجز عن استعمال الإيه؟ الماء، أو إن فقده. حتى جاء المثل الشهير للناس افتكرته حديث. المثل بيقول إيه يا أخوانا؟ بيقول إذا وجد الماء بطل التيمم. إذن الشرع يا أخوانا يا كرام ماذا فعل؟ الشرع رتب على الماء أحكاماً شرع. تخيل المية اللي بين ايدين 24 ساعة، والواد بتاع الفاكهة مطلع الخرطوم تر وبغرق الشارع، والواد بتاع مش عارف ايه عمال بتاع القهوة، والمية اللي مش عارفين قيمتها. شوف القصة بتاعة المية قد ايه، وقد كان يستنجي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كم حقيقة كده؟ أربعة. خمسة، اكتب عندك من المعلومات والثقافة الشرعية ان ربنا ذكر القرآن في ذكر الماء في القرآن الكريم 63 مرة. 63 مرة، ده غير البحر والنهر. يعني ذكر المية في القرآن كم مرة؟ 63 مرة. أليس هذا اهتماما بشأنها؟ اسمع المفاجأة، وذكر من أنواع المياه 23 نوع. وأنزلنا من السماء ماء مباركا وماء طهورا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ذكر كم نوع من أنواع المية ربنا في القرآن الكريم؟ 23 نوع. وذكر الماء في القرآن كم مرة؟ فقلنا يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيضة الماء. شوف الماء في آية واحدة ذكر مرة. إيه ده؟ أنا يا جماعة بيلفت انتباهنا إلى آية من آياته على ظهر الأرض، ولكن إحنا مش واخدين بالنا. ومشوف الحديث البسيط ده، الرواية اللي فيه من سطر واحد، لابد أن تنتبه أن أنس بن مالك ومعه صديق له كان يأخذان إداوة فيها إيه؟ ميه. يروحوا بها لمين؟ لحضرة النبي عشان ايه؟ يستنجي. يستنجي بالماء يعني يا اخوانا يعني يطلب النجاة. فإن الذي لا يستنجي بطريقة صحيحة فإنه معرض للهلاك.
هلاك في جسمه في بدنه، هلاك مرضي وهلاك عذاب له عقابه يوم القيامة. ألم أقل لكم إن البخاري يبدأ بنا من صغار العلم إلى كباره؟ نفس هذه الرواية يذكرها الإمام البخاري تحت عنوان جديد في الباب اللي جاي على طول، وما زال فيها من دقائق الفن والعلم ما سنقف حوله، ولكن في الدرس اللي جاي إن شاء الله. ذكرنا كم حقيقة حول الماء يا سادة؟ 5 حقائق. أغلى ما خلق الله، ها؟ من أوائل ما خلق الله، مصدر الخلق لكل شيء، ورتب الشرع عليها أحكاما شرعية، وذكرها القرآن 63 مرة. جسم الإنسان نسبة المية فيه كام؟ أهو شوف، 80% مية. يا نهار أبيض، وجعلنا من الماء كل شيء. نسبة المية في الكرة الأرضية كام؟ ما تلخبطوش، ما تقولوش علينا جهلة. 75%. 75% مية. كم في المية منها مية عذبة؟ وكم في المية مية ملحة؟ والمية الملحة طاهر ولا طهور؟ المية الملحة مية البحر طاهر ولا طهور؟ طهور يعني إيه؟ يعني ينفع توضى من البحر. طب ينفع أشرب من البحر؟ اشرب من البحر بقى، ما ينفعش تشرب من البحر، المية لا يجوز أن تشرب. الكلام ذو شجون والعلم جميل، والبخاري يأخذنا من نقطة إلى أخرى. فمن استنجى بالماء فليتذكر أن هذا فعل من؟ فعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدنا حذيفة بن اليمن يقول إذن لا يظل في يد النتن، ما هو ابن سيدنا حذيفة ما شافش الشطافة، دلوقتي بيفتح الشطافة وقعد متكيف. أنت بتكلم إزاي؟ أنت غلط كده. لابد وأن يباشر بيده هذا الموضع ليتأكد من إيه؟ طهارته. طيب، يباشر هذا الموضع بيده اليمنى ولا بيده اليسرى؟ وسيأتي تفصيل حديث كامل حول هذه القضية، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مباشرة الاستنجاء باليد الإيه؟ اليمنى، لا باليد الإيه يا أخوانا؟ وليه باليسرى مش باليمنى؟ وكلام طويل يطول الحديث حوله، ولكن في الدروس القادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.